الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والنار وأبدع كل شيء وزرع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك
وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، ما هو علاج الغفلة؟ علاجك للغفلة أيها المسلم الكريم المداومة على ذكر الله وعلى الصلاة في أوقاتها، قطع المولى عز وجل نصب عينيه، هذا أول علاج للغفلة. من علاج الغفلة أيها المسلم الكريم تلاوة القرآن. لزاما عليك أن يكون لك ودا من القرآن، لأن الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا تكون حياته ضنكا غافلا. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلم الكريم، علاج الغفلة المداومة على جلوس مجالس العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ورزقهم الله فيمن عنده. أيها المسلم الكريم، لزاما عليك أن تضع هذه الأشياء نصب أعينك، أن تصاحب الأخيار من الناس. هذا هو علاج من علاجات الغفلة التي بينها لنا العلماء، أن تصاحب الأخيار، لأن الصاحب هو الذي يسحبك إلى الخير، وصاحب يسحبك إلى الخير، وصاحب يسحبك إلى الشر. وقالوا قديما: الصاحب ساحب. فلينظر أيها المسلم الكريم المسلم من يخالف. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أيها المسلم الكريم، لزمت علينا ألا نتغافل عن لقاء الله. سوف نقف بين يدي الله، وسوف يدخل كل منا قبضه لوحده، سوف كل منا سوف يحاسبه المولى عز وجل على كل صغيرة وكبيرة، سوف يمر على الصراط لوحده. فلزمت
وهذا عن التحشيد والمنكر.